انت مرتبط بعلاقة قوية مع شريهان وقضيت فترة طويلة. كانت فترة حلوة قوي، كواليس شارع محمد علي. هايلة هايلة. احكي لي كده يا هشام، أنا طبعًا عارف بس احكي لي للناس اللي ما يعرفوش، أنتوا إزاي كنتوا بتقضوا الوقت الطويل مع بعض؟ وهي كانت مسرحية طويلة وأنتوا عرضتوها لفترة طويلة. عرضناها لحوالي أربع سنين ونص. وكانت كواليس لذيذة ولطيفة ونضحك وبنهزر ونجاح محصلش زيه. تيجي نهدي الفتره اللي جايه الدقيقتين اللي جايين دول لشريهان يتكلم عنها؟ يا ريت يا ريت. بس انت تتكلم ولا اتكلم؟ شريهان مع الاسف برضو اللي احنا ما نقدرش نعمله ان احنا نطلع بعض المستوى العالميه. انا في رايي ان شريهان دي لو انا كنت مسؤول في الفتره اللي هي موجوده فيها كان المفروض اطلعها العالميه، لانها كانت هتمحي حاجه اسمها مايكل جاكسون مثلا. مايكل جاكسون ما عرفش يعمل ربع اللي هي بتقدر تعمله، وهي هتقدر تعمل كل اللي مايكل جاكسون يقدر يعمله. انت بتشتغل كتير جدا على المسرح، بتشتغل كتير جدا، بتحب شغلها كتير جدا، بتتفانى فيه، بتتعب روحها الى اقصى درجه. يعني انا عايز اقول حاجه، ان مثلا بعد حادثه كسر ظهرها دي عملت حاجه اسمها شارع محمد علي، كانت دخلتها بس حوالي ثلث ساعه الى نص ساعه رقص بجميع عادي، ده رقص كل الاشكال كل الالوان. فحد بالقوة دي بالجمال ده بالحضور اللي كان عندها كان المفروض نوصله أكتر من كده بكتير، ولكن مع الأسف في ناس كتير قوي لقوا إن حياتها الشخصية هي اللي لازم يتكتب عليها أكتر بكتير قوي من حياتها العملية. مع الأسف كانت حنينة في الكواليس، كانت حنينة مع الناس الحنينين، مع الناس اللي بيشتغلوا، مع الناس اللي بتشوف إنهم المفروض تقدرهم، وكانت مش كويسه مع الناس اللي بتتدلع وما تجيش في مواعيدها. انجليزي برضه انجليزي ده شغل. تظهر ان الشغل هذه كلها كانت انجليزي. لا هو كان متعارف عليه ان الفرقه دي يا تشتغل صح يا ما تشتغلش صح، فهو ده اللي كان موجود. سألك سؤال كلاسيكي يعني كلاسيكي الحياه، هو ايه المواقف اللي كنتوا، ايه الموقف اللي انت فاكره شريهان وانتوا بتشتغلوا مع بعض؟ موقف ما تنساهوش. موقف ما انساهوش. انا ما احبش اتكلم لانها بتمس ناس معروفه برضه. مواقف، لو موقف عاوز اعرفه، كان في حد والده توفى وهي اللي واخده بالها منه، لان الوالد ده والده ده كان جزء من هذه السرقه، وكانت شايفه ان ما دام توفى لازم هي تاخد بالها منه. هي شهادة قد لا تحبها شريهان الحقيقة، هي ليها في عمل خير كتير قوي، عاملة عمل خير قوي 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 قوي، وده ناس كتير قوي ما تعرفوش عنه. ست خيارة إلى أقصى حد، وبترفض إنها تتاجر بده أو تقول بالظبط. تعال نقلب الصفحة ونرجع للكابتن صالح سليم تاني. كابتن صالح سليم ساب وصية؟ لا ما أظنش.